بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهارده هنبتدي سيكشن 2 في ماده الاوبريتنج سيستم. بس قبل ما ابتدي في سيكشن 2، كان في شويه اسئله اتبعتت لي، فهجاوب عليها. الاول كان بخصوص اول حاجه، لو انت الديسك بتاعك نوعه، يعني انا في الفيديو اللي فات قلت لو الديسك بتاعك نوعه بيزك ممكن تحوله على طول عن طريق الويندوز بتاعك لدايناميك. انت تخش على الديسك مانجمنت ونوع الديسك بتاعك بيزك، هتحوله لايه؟ لدايناميك. في ناس الديسك بتاعها اصلا دايناميك، وانا قلت لو انت الديسك بتاعك دايناميك مش هتقدر تسطب. لو عايز تسطب الاوبونتو على الجهاز ديول بوت مع الويندوز، يعني على الهارد ديسك بتاعك تسطب اوبريتنج سيستم تسطب ويندوز وأوبونتو، ما ينفعش نوع الديسك بتاعك يبقى دايناميك، لازم تحوله لبيزك. بس المشكله لو انت بقى الديسك بتاعك دايناميك وهتيجي تحوله لبيزك، ممكن تحوله من هنا تقول كونفرت تو بيزك، بس ساعتها لازم تفرمت الهارد بتاعك كله، تفرمت الهارد بتاعك كله، فبالتالي الداتا بتاعك هتروح. ده امتى؟ بس في حاله لو هتحول من دايناميك لبيزك. لكن بيزك لدايناميك مش هيحصل مشكله. المشكله لو انت بقى كان دايناميك وعايز تحوله لبيزك، هنا المشكله. في الحل بقى ان انت تضطر تستخدم بقى سوفت وير غير السوفت وير بتاع الويندوز، اسمه ايس يو اس. هتخش تنزل السوفت وير ده اللي هو بارتيشن مانجر، وتختار بارتيشن ماستر اي فري، ده اللي هتنزله، وهيبقى التسطيب بتاعه تسطيب عادي خالص. ولما تيجي تفتحه ادي الهارد ديسك بتاعك، وتختار هنا طبعا هنا بقى هيبقى العكس. كان هو لو هو دايناميك تقول بقى كونفرت تو بيزك، تختار كونفرت تو ايه؟ تو بيزك. ده كان اول حاجه عاوز اقولها. يبقى انت لو الديسك بتاعك دايناميك وعاوز تحوله لبيزك، اوعى تعمله من الويندوز، نزل اي سوفت وير حوله بيه. لكن لو بيزك لدايناميك مفيش مشكله. المشكله لو حد عنده بقى الديسك بتاعه دايناميك وعاوز يحوله لبيزك. ده اول كانت اول نقطه. النقطه الثانيه، في ناس اوريدي هي نزلت نسخه الاوبونتو او الكالي او الباك تراك، نزلتها على الجهاز بتاعها بجانب الويندوز وعاوزين يشيلوه. فنصيحه، عشان دي حصل الموقف ده حصل معايا قبل كده زمان، لان انا كنت سطبت الاوبونتو على الجهاز بتاعي، ورحت جيت هنا كنت مسطبه على مثلا على الاف مثلا، ورحت قلت خلاص انا عاوز اشيل الاوبونتو، واروح اعمل ايه؟ قلت اعمل ايه؟ ديليت للفورمات للبارتيشن ده، او اعمل له ديليت، وكده بقى انا شلت الاوبونتو. هو كده انت شلته، بس بالتالي انت بوظت حاجه، بوظت الام بي ار بتاعك. فانت لو انت عاوز تمسح الاوبونتو بتاعك من على الجهاز بتاعك، لازم تعمل الخطوتين دي. الخطوه الاولى تمسح الدرايف اللي انت مسطب عليه الاوبونتو، تعمله ديليت. الخطوه الثانيه اللي انت لازم، اوعى تعمل ريستارت او تقفل الجهاز، لازم تعمل تقول له، تيجي تقف كده على الديسك وتقول له ريبيلد ام بي ار. تعمل الخطوه دي مهمه جدا، لو ما عملتهاش كده انت هتضطر الدنيا هتبوظ معاك، مش هتعرف تخش على ويندوز تاني غير اللي انت تفرمت بقى وتقسم او تجيب اسطوانه صيانه وتخش عليها هيرن بوت او اي حاجه. يبقى تاني، لو انت مسطب الاوبونتو على الجهاز بتاعك ديول بوت وعايز تشيله، هتروحش تعمل ديليت للبارتيشن، تمسحه، وبعد كده تعمل ريبيلد الايه للام بي ار. دي كانت ايه كانت مشكله حصلت لي انا شخصيا، ما كنتش يعني زمان ايام كنت طالب عملت الحركه دي، ورحت مسحت البارتيشن ورحت الداتا كلها اللي عندي ايه ضاعت. كان الحل اللي انا محتاج اعمله ايه؟ بس اعمل بس الخطوه اللي هي ريبيلد للايه للام بي ار. طبعا احنا عارفين هو مين الام بي ار زي ما شرحنا السكشن السابق. دي كانت الملحوظتين اللي عاوز اقولهم. كمان كان في ملحوظه ثالثه، اللي هو ازاي اشتغل الاوبونتو من جوه الويندوز 10. زي ما انتم عارفين ويندوز 10 وفر قصه ان انت ممكن تشتغل على الباش او التيرمينال بتاع اللينكس من جوه بجانب داخل الويندوز نفسه من غير فيرتشوال ماشين او اي حاجه. هوريكم ازاي تعملوها بس في اخر الفيديو، ازاي تسطب الاوبونتو جوه او التيرمينال بتاع الاوبونتو كانه ابلكيشن عادي جوه الايه جوه الويندوز. ده هوريه لكم في اخر الفيديو بعد ما نتعرف على الكوماند بتاعت اللينكس، ويعني ايه تيرمينال، ويعني ايه المصطلحات دي، نبدا نجرب نسطبه جوه الويندوز. تعالوا بقى نرجع نبدا بقى السكشن بتاعنا. ادي انا فتحت الفيرتشوال ماشين بتاعتي. تعالوا نتعرف الاول على نسخة الأوبونتو اللي سطبناها المرة اللي فاتت. ده شكل نسخة الأوبونتو بعد ما عملناها انستليشن المرة اللي فاتت. أول حاجة عاوزين نتعرف عليها
ايه مكونات الاوبريتنج سيستم بتاعنا. ده كده زي ماي كمبيوتر عندنا في الويندوز. عندنا اول الهوم ده الديفولت دايركتوري بتاعنا. طبعا احنا هنا عندنا في الويندوز بنسميها فولدر، وهنا بنسمي كل حاجه، بنسمي الفولدر بنسميه دايركتوري. فالهوم اللي هنا هو زي ماي دوكومنت اللي عندي في مين، في الويندوز. برضو الكمبيوتر ده زي درايف سي اللي نازل عليه نسخه الويندوز بتاعنا. هنلاحظ هنا في عندنا فولدر اسمه بن ده زي بروجرام فايل في الويندوز. بن ده اللي بينزل فيه كل ملفات السيستم الاساسيه، او كل البرامج اللي السيستم سطبها، وكل الكوماند اللي عندنا هتلاقي الامبلمنتيشن بتاعها هنا باينري فايل. الباينري فايل اللي هو زي الدوت اكزي في نسخه الويندوز. الفولدر بوت هو المسؤول فيه كل ملفات البوت فايل. الميديا هنا مثلا لو انت سطبت فلاشه، عملت حطيت اسطوانه، كلها بتنزل في الفولدر اللي اسمه ايه، اسمه ميديا. زي ما هنشوف كمان شويه في السلايدز هنفهم يعني ايه نعمل ماونت، يعني ايه كلمه ماونت. دي اهم فولدر اللي انت ممكن تحتاجها. برضو هنا اليوزر ده الفولدر الخاص باليوزر بتاعك اللي هو احمد اللي هو عامل داخل دلوقتي. هنا بيبقى فيه كل الشير فايل اللي انا عاملها، هنا فيه كل الملف، كل البرامج اللي انا مسطبها او اليوزر بقى مسطبها. فدي الملفات الاساسيه اللي بيتكون من، يعني طبعا ملف الروت. الروت ده هو زي ملف الادمنستريتور او الادمن، الادمن بتاع نسخه الاوبنتو. حتى بصوا هتلاقوا هنا شايفين علامه السلاش دي او الفورورد سلاش دي، زي ما فاكرينه كنا سطبنا في اخر الفيديو قلنا سلاش الروت هو الفولدر الاساسي اللي بتبتدي من عنده تقسيمه التري بتاعت الفولدرز في الاوبنتو او في اللينكس عموما، زي ما هنشوف كمان شويه في السلايدز. برضو من مميزات الاوبنتو طبعا بقت موجوده في ويندوز 10 دلوقتي، يعني ويندوز 10 بيقلد اوبنتو. فكره اللي احنا عندنا زي سوفت وير سنتر اللي هو اوبنتو سوفت وير سنتر. اوبنتو سوفت وير سنتر عامل زي جوجل بلاي ستور، بتقدر تنزل من عليه ابلكيشنز كتير. طب معظم الابلكيشن موجوده عليها فري سورس، اوبن فري، وكمان اوبن سورس، يعني السورس كود بتاعها متاح. تقدر تخش تنزل اي ابلكيشن مجانا، و كانك بالظبط شغال على جوجل بلاي على الاندرويد. برضو من الويندو دي تقدر تعمل، هتشوف البرامج اللي انت عملت لها انستول قبل كده، ولو عاوز تعمل لبرنامج معين مثلا تعالوا نخش مثلا التكست ايديتور، عاوز اشيله فبختار كلمه، بدوس على ايه على الريموف، فبقدر اشيله من على الايه، من على النسخه بتاعتي. تقدر هنا تعمل براوز وتتفرج على عاوز تنزل مثلا الكود بلوكس. تعمل له انستول، يعني هتلاقي كميه ابلكيشن، عاوز تنزل النت بينز. فالموضوع هنا اسهل شويه، السوفت وير سنتر ده مسهل الدنيا. حتى ويندوز 10 هتلاقيه راح قلده وعمل ايه، زي ما نشوف هنا في ويندوز 10 عمل مايكروسوفت ستور، تنزل من عليه الابلكيشن على ويندوز 10. برضو من الحاجات الاساسيه اللي ممكن عاوزين محتاجين نعرفها السيتنج. وهنا في زي الكنترول بانل بتاع زي اللي موجوده في الويندوز، هنا موجوده فين في الاوبنتو. هنا فيها كل حاجه، عاوز تغير اللغه، عاوز تظبط الكيبورد بتاعك، عاوز تظبط الماوس بتاعك، الساوند، زي كنترول بانل اللي موجود بالظبط في ويندوز 10. دي كده بس بنعمل بس لفه سريعه على نسخه الاوبنتو. اول حاجه عايزين نتكلم عليها هي الفرق بين الويندوز واللينكس. في الويندوز زي ما احنا عارفين بيقسم البارتيشن على شكل سي ودي واي، على شكل سي ودي واي واف، لا وجواها بيبقى فيها الفايلز والاي والفولدرز. لا في اللينكس بتبقى الدنيا مختلفه تماما، بيبقى هي عندي هيراريكال واحده في شكل تري، بيبقى عندي فولدر اساسي اسمه روت، وتحتيه بتتوزع كل الفولدر، وجوه الفولدرز دي ممكن يبقى فيه فولدر هي اللي بيشيل كل الديفايسز اللي عندي، كل البارتيشنز اللي عندي، فولدر بيشيل ملفات البوتش، فولدر بيشيل ملفات الميديا اللي عندي،
زي اليو اس بي، زي السي دي روم، فالدنيا مختلفه. لكن الويندوز بقى نفس القصه، هي تري هيراريكال برضه، بس الفكره اللي هو بيبقى السي وتحتيه توزيعات، يعني السي تحتيه البروجرام فايلز، الدي مثلا تحتيه شويه فولدرز ثانيه، الاي. فهنا تلاحظ اللي هي كل تري، كل بارتيشن منفصل عن الثاني، ليه تري منفصل عن الثانيه. لكن اللينكس او اليونكس هي تري واحده، كل البارتيشنز تحت التري دي، مش كل ديفايس او كل بارتيشن منفصل بتري لوحده، هي تري واحده بتبتدي بملف اساسي اسمه الروت. طبعا هناك بنسمي كل بارتيشن سي دي اي، في اللينكس ما عندناش حاجه اسمها بارتيشنز، او ما بيبقاش ليها ليترز معينه، ما بقولش ليترز سي، ما بقولش بارتيشن سي، بارتيشن دي، بارتيشن اي. كل الملفات في اللينكس بنعتبرها كانها فايلز، كانها ايه، فايلز مش ديفايس. في الويندوز بنعتبر اليو اس بي دي ديفايس، البارتيشن ده ديفايس، الهارد ديسك ده ديفايس، لا في اللينكس بنعتبرها كانه فايل عادي. هناك في نسخه الويندوز بنسمي اليوزر الاساسي بنسميه ادمنستريتور، لكن في اللينكس بنسميه روت. في الويندوز ما ينفعش يبقى عندي في تو فايلز ليهم نفس النيم، يعني بمعنى عندي مثلا سامبل وسامبل، سامبل هنا دي سمول ليتر ودي كابيتال ليتر. في اللينكس الاثنين مختلفين، لكن في الويندوز الاثنين زي بعض. يعني تعالوا نشوف مثال، لو حبيت اعمل فولدر هنا اسمه دي سمول وفولدر تاني دي كابيتال، هيقول لي ايه اللي ما ينفعش، عشان ايه اوريدي كونتين فولدر نيم دي ايه دي، فالدي سمول زي الدي ايه الدي كابيتال، على عكس الايه، على عكس اللينكس. ممكن اجي اعمل هنا فولدر اسمه دي كابيتال، واعمل فولدر تاني ديس او دي، خليه ديس دي اي سمول، فيعتبر ده فولدر وده فولدر ايه تاني. وزي ما قلنا ماي دوكيومنتس هي الديفولت هوم دايركتوري في الويندوز، لكن الهوم هو الديفولت دايركتوري فين، في اللينكس. نفس الكلام اللي احنا قلناه. دي بقى شكل التري هيراريكال في اللينكس. عندي الروت الاساسي هو الروت، ويبقى تحتيه الفولدرز كلها، يعني تحت ديفايسز هتلاقي بقى في بارتيشنز كذا، هتلاقي بارتيشن اس دي اي 1 اس دي اي 2 حسب مسميات البارتيشن اللي انت مسميها. بيبقى في الميديا هتلاقي في مثلا اليو اس بي اللي انت حاططها كانها فايلز. وبالمناسبه في كلمه اسمها ماونت، دايما هتقابلك كتير جدا، هتقابلك قصه كلمه ماونت، اللي انا اعمل ماونت للبارتيشن، ماونت لليو اس بي، ماونت للفولدر ده او الدايركتوري ده. يعني ايه ماونت؟ كلمه ماونت معناه انا بحدد الفولدر بتاعه ده، البوزيشن بتاعه في اي مكان، يعني مين البيرنت بتاعه، مين هو الوضع ايه بالظبط في التري بتاعتي دي، مكانه فين. هي دي كلمة معنى ماونت في اللينكس، هي كلمة ماونت يعني بيقول لي الباص بتاعه ده هيبقى شكله عامل ازاي، مين البيرنت بتاعه، مين الفولدر اللي قبليه، هو محطوط تحت انهي فولدر. هي دي كلمة معنى كلمة ماونت. شوية اساسيات لازم نبقى عارفينها واحنا بنتعامل مع اللينكس. اول حاجة محتاجين نعرفها يعني ايه تيرمينال. كان زمان عندنا زي جهاز زي آلة كاتبة اللي بنستخدمه عشان ندخل بيه الانبوت بتاعنا، ندخل الكوماند بتاعتنا او التكست عايز يكتبه للكمبيوتر، بندخله عن طريق آلة اسمها تيرمينال. فبرضه في اللينكس عملنا بروجرام اسمه تيرمينال، ده اللي بنكتب فيه الكوماند اللي عاوزين السيستم بتاعنا ينفذه. كان في اليونكس، كان التيرمينال ده لو فاكرين اليونكس النسخة اللي قلنا اللي هي بفلوس، كنا بنسميه شيل. الشيل ده هو كان التيرمينال بتاعنا اللي بنكتب فيه الكوماند اللي عاوزين الاوبريتنج سيستم بتاعنا ينفذ. بس طبعا في نسخه الاوبونتو او نسخه بقى لينكس، كان الشيل ده كان عامل ديفلوبر اسمه بورني. في نسخه الاوبونتو عملنا بروجرام بديل للشيل سميناه باش، اختصار لبورني اجين شيل، يعني بورني ده اسم الراجل اللي عمله، اجين شيل يعني او شيل تاني اخر، عشان يبقى فري واوبن سورس. وبيقول لي ان البورنيش اللي ده محطوط في الفولدر اسمه باك سلاش بين باك سلاش اس تي اتش.
هو نفس ليه نفس او الفيتشرز اللي كانت موجوده في البورنيش هيل، بلس كمان اللي بقى فيه اضافات افضل بكتير من الشيل اللي كان موجود في اليونكس. طب انا عمال اقول تيرمينال وعمال نقول كوماند، يا ترى ليه احنا اصلا محتاجين نستخدم الكوماند لاين طالما احنا عندنا الجي او اي بتاعنا ممكن تستخدم عن طريق الماوس على طول؟ عاوز كاريت فولدر اكريته، عاوز امسح فولدر امسحه على طول كليك يمين واعمل ديليت. ليه محتاجة استخدم الكوماند الكتير دي وتبقى وصعب على نفسي؟ ممكن اشتغل على جي او اي. الفكره كلها ان الجي او اي ممكن لو انا عاوز امسح 10 ملفات 15 ملف ماشي مفيش مشكله، اعمل شيفت ديليت اعمل ديليت عن طريق الجي او اي. بس المشكله افرض لو انت عندك مثلا فولدر فيه 1000 صوره ومحتاج امسح فيه مثلا 100000 صوره، ومحتاج امسح الصور بس اللي الامتداد بتاعها مثلا جي بي جي، يعني الصور بقى فيها امتداد بي ان جي جي بي جي جي بي جي جي اي اف، وعاوز امسح امتداد معين. طبعا لو انت عندك 100000 صوره هتفضل تدور تمشي بقى صوره صوره وتشوف مين الامتداد اللي عاوز تمسحه، طبعا هيبقى موضوع هتقعد فيه ساعات. لكن بكوماند لاين سطر واحد على طول ريموف وتمسح الامتداد اللي انت عاوزه او الفايل اللي انت عاوزه حسب الاكسبريشن، زي ما هنشوف في السكشن القادم زي حاجه اسمها تكتب ريجولار اكسبريشن او الوايلد كارد عشان تحد لو عاوز تكتب اكسبريشن معين تمسح مجموعه من الفايلات او تكريت مجموعه من الفايلات ليهم باترن معين. فكوماند لاين بيسهل علينا حاجات كتير. برضو من الاسباب اللي احنا خلينا نستخدم كوماند لاين مثلا لو انت ادمنستريتور لسيرفر وفي كوماند انت كل يوم بتنفذها، مثلا انت محتاج تعمل كوبي للداتابيز وبعد ما تعمل لها كوبي محتاج تعمل لها باك اب، وبعد ما تعمل لها باك اب عاوز تعمل لها لود للسيرفر، وبعد ما تعمل لها لود عاوز تعمل شويه كوماند عليها. شويه الاوامر محتاج تعملها كل يوم الصبح، مره تعملها الصبح وانت بتفتح السيرفر، ومره وانت بتقفل السيرفر، قصدي قبل ما يعمل شات داون يروح مسيب الداتابيز، وشويه كوماند. طب بدل ما انت تقعد تكتب الكوماند دي، طب انا ممكن اكتب حاجه اسمها سكريبت واكتب الكوماند دي وهو يتنفذ لوحده، بدل ما انا افضل اعمل انفذ الكلام ده بايه بايدي. دي حاجه. حاجه تانية برضو دلوقتي في خدمات زي كولاب على جوجل بتقدمها جوجل، ان انت تقدر لو انت محتاج جي بي يو عشان لو انت شغال بقى في مجال الماشين ليرنينج او الداتا ساينس زي ما تيجي تشتغل في مشروع التخرج بتاعك باذن الله، هتبقى محتاج جهاز امكانياته عاليه عشان تطبق عليه البروجكت بتاعك. عاوز في موديل مثلا في الديب ليرنينج او الماشين ليرنينج عاوز تنفذه، فطبعا الجهاز بتاعك استحاله تطبق الكلام ده لان الجي بي او بتاعك مش هيستحمل، الجهاز بتاعك هيتحرق. فبتروح للويب ويب سيرفيس اللي بتقدم لك الخدمات دي سواء بفري او بفلوس عشان تعمل تجرب عليها، بتديك رامات عاليه وجي بي يو بروسيسور عالي عشان تجرب عليه. المشكله ان الويب سيرفيس المتاحه قدامك دي زي كولاب كل الكوماندز اللي عليها بتشتغل لينكس بس، فانت لازم تبقى تعرف اللينكس عشان تقدر تستخدم حاجه زي كولاب. فالسكيلز بتاعت ان انت تستخدم كوماند لاين هي سكيل مهمه جدا هتحتاجها سواء وانت في مشروع التخرج او لما تتخرج او لو حبيت تمشي في مجال سيرفر ادمنستريتور. ده بس كانت مقدمه سريعه ليه يعني ايه شيل وليه بنستخدمه. طب انا عم اقول تيرمينال شيل تيرمينال شيل، طب انا افتح التيرمينال ده منين واجيبه منين؟ عندنا طريقتين. الطريقه الاولى بتجيبه من هنا، ده الداش، ده بنسميه داش زي علامة الويندوز اللي هنا، ده هنا بنسميه داش، واكتب هنا كلمة تيرمينال واختار ايه تيرمينال. الحاجة التانية الطريقة التانية ودي اللي هنستخدمها دايما والأسرع اللي هي نستخدم نقوله ايه كنترول الت تي كنترول الت تي. فتعالى دوس على كنترول الت تي هتلاقي شاشة التيرمينال ايه اتفتحت. قلنا التيرمينال التاني ده بروجرام، ده مش الويندوز نفسه، ده هو بروجرام بس بيخلينا ادخل الكوماند والاوامر اللي محتاج انفذها على الايه على نسخه اللينكس بتاعتي. اول حاجه طب تعالوا نكبر الفونت شويه، زي ما شايفين التيرمينال بتاعنا بيتكون اول حاجه احمد، ده اللي هو ده اليوزر اللي بيستخدم الجهاز دلوقتي. احمد فيرتشوال بوكس ده اسم الكمبيوتر نيم، الكمبيوتر اي نيم.
علامة الدولار ساين دي معناه اليوزر اللي بيستخدم الجهاز هو يوزر عادي مش ادمنستريتور. قلنا عشان يبقى ادمنستريتور بيبقى نسميه روت، بيبقى بدل الدولار ساين دي بيبقى هاشتاج. طب ازاي اشتغل اخد صلاحيات الروت او الادمنستريتور؟ بتكتب كوماند بتقول سودو سالب اي، ده اول كوماند كده اتعلمناه النهارده، سودو سالب اي. سودو ده بيعمل ايه؟ هيحول هيدي لليوزر دلوقتي صلاحيات الروت او صلاحيات الادمنستريتور. دخل الباسورد 234، خلي بالك الباسورد ما بيظهرش ليك على الشاشه، يعني انت بتكتب بس ايكو وهو ما بيظهرش على الايه على الشاشه، وبعدين انتر. هنلاحظ ايه اللي حصل، هنلاحظ علامه الدولار ساين اتحولت بقت ايه، علامه الهاش، علامه الايه الهاش كده معناها هاش، معناه ان انت روت يوزر. طب لو انا عايز ارجع مستخدم عادي هقول له اس يو، اس يو يعني سويتش يوزر، واقول له عاوز اروح لاحمد مثلا، احمد ده روت، وهقول له سي دي، فكده رجعت تاني بقيت ايه، بقيت يوزر عادي. يبقى تاني سودو سايب اي دي هتحولني من يوزر عادي لروت. عاوز ارجع ابقى يوزر عادي مش ادمنستريتور بقول له su space اسم اليوزر اللي انا عاوز اروح ليه. السي دي هنشوف معناه ايه كمان شويه، معناه برضو تشينج دايركتوري، انا واقف في الروت وعاوز ارجع للهوم زي ما هنشوف النهارده. وانا برضو كاتب لكم كوماند هنا، خلي بالك برضو احنا كان عندنا في دوس كوماند لاين، وعندنا الباش ده اللي موجود قلنا عندنا في لينكس. طب الكوماند لاين نجيبه ازاي من الويندوز؟ ادي الويندوز بتاعي بقول له هنا سي ام دي، وده الكوماند ايه لاين بتاعي، وتقدر تنفذ عليه برضو كوماند زي داير بيعمل لي ليست لكل الدايركتوري اللي عندي، مفيش فرق كبير. ايه الفرق بس؟ الفرق الاولاني اللي احنا نلاحظ هنا ان الويندوز بيستخدم الباك سلاش، لكن في اللينكس بنستخدم الفورورد اي سلاش. حاجه تانية برضو من الفروقات اللي بين الباش والدوس في الويندوز الكيس سنسيتيفيتي، زي ما قلنا ان الفايلز نيم لو ليهم نفس الاسم، يعني واحد كابيتال واحد سمول، في اللينكس بيبقوا حاجه مختلفه، وفي الويندوز بيبقوا الاثنين زي بعض. نفس القصة في الكوماند لاين. طب مثلا لو كتبت كوماند اسمه داير، ده في الويندوز سمول هيشتغل عادي، كتبته كابيتال هيشتغل عادي. في اللينكس لا، في اللينكس الاثنين مختلفين، ده ليه معنى وده ليه معنى. فنشوف مثلا ادي كنترول الت تي، تعالوا اكتب ال اس سمول هيشتغل عادي، هكتب ال اس كابيتال هيقول لي مفيش برنامج او كوماند اسمه ال اس، فده فرق مهم جدا بين الاثنين. ايه برضو الفرق بين الباش والدوس كوماند برومبت؟ فرق مهم، الفرق مهم قوي اللي احنا عندنا في اللينكس ما عندناش حاجه اسمها اكستنشن، يعني ما عنديش ملف مثلا مفيش اكستنشن ثابت، ممكن كل برنامج يترجم الاكستنشن ده لمعنى معين. يعني عندنا هناك مثلا دوت في الويندوز عندنا دوت اكزي ده معناه باينري فايل، في اللينكس مفيش حاجه اسمها اكستنشن، دوت دي تتحط في اي مكان، دوت والاكستنشن اللي بعديها ده اي برنامج ممكن يستخدمه باي ايه، باي ممكن يبقى ليه كذا معنى بحسب البرنامج المستخدم. ففي اللينكس مفيش حاجه اسمها اكستنشن او فايل اكستنشن. كده احنا خلصنا الجزء الاولاني الخاص بالمقدمه بتاعتنا، تعالوا نتكلم عن حاجه اسمها الفيرشوال اي تيرمينال. دي خلي بالك التيرمينال بتاعتنا اللي احنا فاتحينها، فاكرين قلت لكم المره اللي فاتت من مميزات اللينكس، لان لينكس عندي الكيرنل بتاعي منفصل عن الجي او اي، يعني اقدر اشتغل جي او اي مود زي ما احنا شغالين كده، او ممكن اشتغل تيرمينال مود. يعني ايه تيرمينال مود؟ يعني هفصل، لو هفصل الجي او اي واشتغل تيرمينال بس. طب نعملها ازاي؟ دي بنسميها اول حاجه بنسميها الفيرتشوال تيرمينال. بنعملها ازاي؟ بتدوس كنترول الت اف 1، او ممكن تدوس كنترول الت اف 1 او اف 2 لغايه اف 6.
طب اشمعنى من F1 F6؟ بيقول لي ان الفيرتشوال تيرمينال دي بتقلاو لستة يوزر على ستة اجهزة مختلفين يأكسسوا نسخة الكيرنل بتاعتي في نفس الوقت، في نفس الايه، في نفس الوقت. طب تعالوا نجرب، ندوس كنترول الت اف 1، وبرضو قبل ما نخش بيقول لي عشان تخرج من تخرج من الفيرتشوال تيرمينال تدوس كنترول الت اف ايه، الت اف 7. طب قبل ما نجرب تعالوا نشوف هيقول لي ايه تاني عن الفيرتشوال تيرمينال. بيقول لي الشورت كات، دي الشورت كات بتاعت الفيرتشوال تيرمينال، ودي بيقول لي هنحاول نطبق شويه الكوماند اللي هي ديت كال دي اف دي اف وفري على الفيرتشوال تيرمينال. يبقى تعالوا نطبق كده، نقول كنترول الت اف 1 برضو. خلي بالك لو انت عندك الفانكشن لازم تدوس على الزرار اف ان. فكده انا دخلت على الفيرشوال ايه، الفيرشوال تيرمينال ده لما ادوس كنترول الت اف ايه، الت اف 1. طيب تعالوا نجرب شويه. طبعا خلي بالك انت ما تقدرش تستخدم هنا الماوس زي التيرمينال الثاني هنا بقى، فانت هتبقى طبعا انت قدام مفيش بقى عندك، لا انت عارف الديت ولا انت عارف التقسيمه بتاعتك عامله ازاي، كل حاجه انت شغال على التيرمينال بس، مفيش اي حاجه جي او اي بتساعدك ولا حتى تقدر تستخدم الماوس. فهنا الديت بيقول لي الديت كذا والساعه كذا. تعالوا نشوف الكالندر، اقول له كالندر يطبع لي التاريخ. برضو لو عاوز اشوف انا عندي مساحه فاضيه قد ايه من الميموري، طبعا هنا الميموري تبقى الميموري بتاعت الفيرتشوال ماشين، بقول له الدي اف كوماند. هنلاحظ ان كوماند دي اف عمل لي ايه، طلع لي تقسيمه البارتيشنز اللي عندي. انا اللي يهمني هنا ما عنديش الا بارتيشن واحد اللي هو اس دي اي 1. فاكرين لما قلت لكم احنا عندنا حاجه اسمها ماونتد اون؟ يعني ايه ماونتد اون؟ يعني مين البيرنت بتاعه. البارتيشن ده هو يعتبر فولدر او فايلز، مين بقى البيرنت بتاعه، الباص بتاعه ايه. الباص بتاعه هنلاقي مين، هو الروت ديفايس، وهنا اسم البارتيشن اسمه ايه، اس دي اي 1. مش زي بقى في الويندوز عندنا سي ودي واي، لا ده احنا عندنا اي بارتيشن هيبقى تحت كلمه ايه، ديفايسز، وحسب الاسم ايه، الاسم بتاعه. طيب لو انا عاوز اخرج هقول له كنترول الت اف اي اف 7. فدي كده يعني احنا خدنا كده كوماند اللي هو سودو واس يو وديت وكال ودي اف وفري. خدنا الحوالي دلوقتي حوالي 6 كوماند اساسيين لازم يبقى عارفينهم، وعرفنا يعني ايه تيرمينال ويعني ايه فيرتشوال ايه تيرمينال. طيب تعالوا نفتح التيرمينال. نفتح التيرمينال ازاي؟ مظبوط، ندوس كنترول الت تي. اول كوماند محتاجين نعرفه النهارده كوماند اسمه بي دبليو دي. ده بيقول لي ده اختصار برنت وركينج دايركتوري. يعني ايه برنت وركينج دايركتوري؟ يعني بيقول لي انت واقف الباص اللي انت واقف فيه دلوقتي اللي هو هوم احمد، ده المكان اللي انا واقف فيه ايه دلوقتي. طب ايه لازمته؟ ساعات لو انت شغال زي ما شفنا، لو انت شغال على تعالوا نرجع تاني كنترول ان الت اف 1، لو انت شغال حاجه زي هنا كده مفيش بقى حاجه تقول لك انديكيتور تقول لك انت واقف فين، فمحتاج تعرف المكان اللي انت واقف فيه دلوقتي. هقول له برنت وركينج دايركتوري، فهيقول لي ايه، انا واقف في هوم في احمد. يعني زي ما قلنا مش هيبقى في جي او اي تساعدك تعرف انت فين. نخرج تقول كنترول الت اف 7. فده اهميه البرنت وركينج دايركتوري، بيحدد لي المكان او الباص اللي انا واقف فيه دلوقتي. تاني كوماند هناخده النهارده كوماند اسمه ls. ls ده بيعمل ايه؟ بيعمل لي ليست للفايلز اللي عندي. ls بيقول لي ايه الفايلز اللي موجوده في الدايركتوري اللي انا واقف فيه دلوقتي. خلي بالك برضو بص على العلامه دي، العلامه دي معناها تلده، تلده معناها ان انا واقف في هوم احمد. يعني بدل ما تلده دي كان المفروض يبقى مكتوب مكانها مكتوب هوم باك سلاش احمد، اختصارا ليها اللينكس بيكتبها لي علامة التلدة دي.
يعني يا شباب. طيب نلاحظ هنا ايه اللي عملهولي ال اس، يعني انت لو دخلت على هوم هنا اهو هنلاقي فولدر A وفولدر B وفولدر C، كل الفولدر اللي موجودة هنا هنلاقيها ظهرالي ايه؟ ظهرالي هنا. فاللي باللون الأزرق ده كده معناه فولدر، اللي باللون الأبيض ده معناه فايل عادي. طيب كل كوماند عندنا في اللينكس بيبقى ليه ممكن تكتب اوبشنز بعديه، يعني تكتب الكوماند وبعديها ايه اوبشنز. ايه الاوبشنز بتاعت كوماند ال ls؟ اول اوبشن عاوزين نعرفه، لو قلت ls سالب a، سالب a دي معناها اللي هو بيعمل لي ليست لكل الفايلز وكل الفولدرز، بجانب بيعمل لي ليست لكل الهيدن فايل، الملفات المخفيه. طب الملفات المخفيه بعرفها منين؟ من في اللينكس بيبقى اولها علامه الدوت دي، اي فايل بدايته علامه الدوت دي معناه ده هيدن فايل فين في اللينكس، السيستم بتاع اللينكس هو اللي بيستخدمه. برضو في حاجه هنا مهمه جدا جدا عاوزكم تعرفوها، عندي الدوت والدوت دي بنسميها بيريود على فكره، يعني ساعات ممكن عشان هتلاقيها في كتب بيسموها بيريود. الدوت 1 دوت يعني ده معناه الكرنت دايركتوري، الدبل دوت معناه البيرنت دايركتوري، البيرنت ايه؟ دايركتوري. طيب ده كده الاوبشن الاولاني، عندي اوبشن ثاني بقول له ال اس سالب a بيطبع لي هو نفس كوماند سالب a السمول، بس الفرق مش بيطبع لي مين؟ اللي هو البيريود اللي هي 1 دوت والدو a دوت. ثالث كوماند محتاج اعرفه ال اس سالب ال، سالب ال اختصار لونج فورمات، لونج فورمات يعني بيطبع لي ليست بالفايلز كلها باللونج فورمات، هي اتعملت امتى؟ ده السايز بتاعها، بس السايز هنا مكتوب بالبايت، مكتوب بالايه؟ بالبايت. وكريتد امتى؟ وايه الحته دي؟ يعني ايه دي ار دبليو اكس؟ دي طبعا في سيكشن كامل عليها، هيبقى بيقول لي في السكشن هناخد دي اسمها البرميشن، يعني اليوزر ده مسموح له، اليوزر او في الجروب حسب الجروب اللي فيه، هل مسموح له يعمل ريد ورايت ولا لا؟ على الحرف الدي اللي في الاول ده كده معناه ان الفايل ده نوعه دايركتوري فولدر، ولو علامه الداش في الاول فده كده معناه فايل عادي. طيب تعالوا نشوف بقيه الكوماند، بقيه الاوبشن. بيقول لي ال اس، فاكرين قلنا ال اس العلامه دي قلنا معناها ايه؟ معناها تلدا، تلدا يعني ايه؟ يعني الهوم دايركتوري. بيقول لي انت تقدر تعمل ليست لاكتر من دايركتوري، يعني عاوز اعرف الكونتنت بتاع كذا دايركتوري، يعني ممكن انا مثلا عندي انا عندي دايركتوري اسمه ايه، بقول له ال اس الدايركتوري اللي اسمه ايه، وعاوز اعرف اللي موجود مثلا زي ما هو كاتب كده دايركتوري اسمه يوزر، فهيجي يقول لي ايه؟ هيقول لي خلي بالك الفولدر اللي اسمه ايه في جواه الملفات دي، والفولدر اللي اسمه يوزر جواه الملفات دي. طب تعالوا نطبق الكوماند اللي هو كاتبه ال اس تلدا، التلدا دي هتلاقوها حرف الزال، حرف الزال في الكيبورد، سبيس ويوزر، فيجي يقول لي تلدا، بص بدل ما يكتب لي تلدا كتب لي هوم احمد وقال لي دي الملفات اللي جواها، ويوزر وقال لي دي الملفات اللي جواها. تعالوا نشوف بقيه الكوماند، بيقول لي ال اس سالب ال تي وبعدين داش داش ريفرس، يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لي ان الكوماند ده هيطبع لي في اللونج فورمات ومعمول لها سورتد، طبعا بيعمل سورت حسب التايم اخر مره اتعدلت امتى، وريفرس بيطبعها لي بالايه؟ بالعكس. تعالوا الاول نكتب ال اس سالب ال تي، فهنا عملها لي ايه؟ sorted by a modification a modification type. طب تعالوا نكتب ls سالب lt، خلي بالك انا عندي في بدل ما اكتب سالب سالب ريفرس انا عندي في اللونج فورمات وفي السمول او السمول فورمات، السمول فورمات اللي انا اكتب على طول سالب r الاختصار بتاع ريفرس، فهتلاقيه راح طبعها لي ازاي؟ طبعها لي بالعكس، كان هنا ديسكتوب هي اللي في الاول واخر اكزامبل، هنا عمل الاكزامبل الاول واخرها ايه؟ ديسكتوب. وتعالوا نكتبها بالطريقه اللي هو عاملها، طبعا برضو ملاحظه يعني الاختصارات بدل ما انت تقعد تكتب الكوماند، لو في كوماند كتبته قبل كده
عن طريق الاسهم بتاعت الكيبورد بتاعك تقدر تطلع وتعيد الكوماند بتاعتك. فانا عاوز اعمل الكوماند اللي هو بتاع سالب ار، هكتب له هنا ايه؟ سالب سالب ريفرس، هتلاقيه عكسها لي وكتبها لي، هتلاقيه كتبها لي نفس الايه، نفس الاوبشن، نفس الاوت اللي كتبه لما كتبت سالب ار، هو نفس الاوت لما كتبت داش داش اي ريفرس. هل في، طيب برضو في كوماند تاني اسمه فايل. الفايل ده بيقول لي، بيطبع لي نوع الفايل ايه او التايب بتاع الفايل بتاعي. فمثلا انا عندي، تعالوا اكزامبل، برضو انت من مميزات التيرمينال بقى اللي انت تقدر تاخد كوبي بيست للايه، للحاجه اللي فيه. فممكن اقول له هنا فايل وبعدين كليك يمين اقول له بيست. ما ينفعش تكتب كنترول سي كنترول في، هنا تشتغل بس بالماوس. اقول له فايل، هيقول لي ايه؟ خلي بالك نوع الملف اللي اسمه اكزامبلز دوت ديسكتوب ده نوع يو تي في يونيكود تكست، ملف تكست تمام، انكودنج باليو تي في اي كودنج الجوريزم. وزي ما قلنا احنا عندنا شورت ولونج ايه اوبشن، زي ما خدنا ريفرس مره كتبناها سالب ار، مره كتبناها سالب سالب او داش داش ايه ريفرس. برضو في شويه اوبشنز، ده طبعا ده الاوبشن وده اللونج اوبشنز بتاعه. احنا خدنا سالب ايه يعني هيدن، سالب ايه يعني، طبعا بيطبع لي كل الهيدن فايل، داش ايه بيطبع لي كل الهيدن فايل ما عدا مين؟ ما عدا الدوت والدبل دوت وال، طيب دي لو بيقول لي لو انت هتستخدم الاوبشن دي، تعال نشوف اوبشن دي. بس خلي بالك في اوبشن ما ينفعش تستخدمها الا مع ال ال، يعني اقول له سالب ال دي. فهنا بيقول لي ايه؟ هنا بيطبع لي بس، يبقى الاوبشن اللي هو جنب اللونج فورمات بضيف مين؟ بضيف دي. مع الدي بيقول لي ايه؟ بيقول لي نوع الفولدر بتاعي اللي انا واقف فيه دلوقتي اللي هو الهوم، البرميشنز بتاعته واتكريت امتى. الانفورميشن بيقول ايه؟ بيستخدم مع الاوبشن ال عشان تشوف ديتيل اباوت الدايركتوري اللي انت واقف فيه تمام، يطبع لك انفورميشن عنه. طيب تعال نشوف سالب اف بيعمل ايه. هنا هتلاقيه بيحط لي، هنلاقي ان الكوماند لما نحط سالب اف بيحط لي ايه؟ علامه سلاش اخر الايه عشان اعرف ان ده فولدر يعني تمام. وعشان برضو لو هتاخد كوبي بيست، لو انت عايز تكتب باص او هتعمل حاجه، فبيسهل لك، يسهل الموضوع شويه. شوف باقي الكوماند بيقول لي هنا سالب اتش، بيقول لي يطبع لي السايز بتاع الملفات في يكون ريدبل. فكلام كنا بنكتب سالب ال، سالب ال كان بيطبع لي السايز ماله كبايت، لكن لو كتبت ls سالب lh هتلاقوه كتبه لي ايه 4 كيلو بايت، فيطبع لي السايز ايه readable تقدر تقراه. وخلاص قلنا سالب l وقلنا سالب r يعني ريفرس. هنا بقى انتوا فاكرين كنا هناك عملنا، لما عملنا sort، عملنا sort باستخدام t، لما قلنا lt كان بيعمل سورت على اساس الايه الموديفيكيشن، هو اتعدل امتى. طب انا عاوز اعمل على اساس السايز بتاع الملف، هنستخدم سالب اس. تعالوا نشوف كده، نقول له ال اس سالب ال ايه اس كابيتال، فتلاقيه ايه، خلي بالك اس كابيتال، هتلاقيه عمال يرتبه لي على حسب الايه السايز، اكبر سايز اهو والملفات الاقل بعديه. طيب كده تعال نخش بقى على كوماند تاني مهم جدا، كوماند ازاي تكريت فولدر او دايركتوري. الكوماند اسمه ميك داير. انت ممكن بميك داير تكريت فولدر واحد او اكتر من فولدر مره واحده. تعالوا نشوف، تعالوا نعمل ميك داير مثلا فولدر نسميه مثلا كي. طب انا عاوز اتاكد ان الفولدر ده اتعمل، اقول له ال اس واشوف فعلا بقى، بقى عندي فولدر اسمه كي. طب تعالوا نعمل اكتر من فولدر، تعالوا نعمل مثلا تي وار وبي
تعالوا نتأكد الثلاث فولدرات دول هتتعامل ولا لأ. بقى عندي فعلا فولدر اسمه تي وفولدر اسمه ار وفولدر تاني اسمه بي. فميك داير بيعمل ايه؟ بيكاريت ايه؟ بيكاريت دايركتوري او بيكاريت فولدرز. تعالوا بقى الكوماند مهم جدا، اللي هو ازاي اتنقل من دايركتوري لتاني او من باص لتاني، بنسميه تشينج دايركتوري اس دي. يعني مثلا انا واقف فين دلوقتي؟ ايه الكوماند اللي يقول انا واقف فين؟ ايوه برنت وركينج دايركتوري، بيقول لي انت واقف في هوم احمد. افرض مثلا انا عاوز اخش على الفولدر اللي اسمه ايه، فعاوز اخش عليه ازاي؟ اقول له اس دي ايه. جميل، بقيت انا واقف فين دلوقتي؟ بصوا بقيت واقف فين في ايه. طيب انا عاوز اعرف الملفات اللي جوه ايه، اقول له ال اس. عاوز اخش على البي، فيقول لي اس دي بي. فبقى عندنا دلوقتي واقف فين؟ اي بي. واتاكد اكتر اقول له برنت وركينج دايركت، بيقول انت واقف في هوم احمد اي بي. جميل الكلام ده. طيب برضو خلي بالكم، انا عندي عاوز اقول لكم على حاجه، عندي حاجه اسمها ابسولوت باث وريلاتيف باث. هاجل الكلام عليهم دلوقتي وارجع اكلم عليهم كمان شويه لما اخلص الكوماندز اللي خاصه بمين؟ بالسي دي. دلوقتي انا واقف في البي، عاوز ارجع خطوه لورا، بقول له سي دي سبيس نقطتين. كده بقيت فين؟ في الاي. عاوز اطلع ارجع تاني للبي، اقول له سي دي بي. تمام. طيب انا عاوز ارجع بقى، افرض عاوز ارجع للباص بتاعي الاساسي، ارجع للهوم. عندي تلات طرق. الطريقه الاولى اكتب سي دي بس، او اكتب سي دي سبيس تلدا، او اكتب سي دي سبيس داش. تعالوا نكتب سي دي بس، ده ايه رجعني فين؟ للهوم. طب تعالوا نروح للاي للبي تاني ونجرب الطريقه التانيه، اقول له سي دي سبيس تلدا رجعني للهوم. تعالوا نجرب الطريقه التانيه، اقول له سي دي سبيس داش، المره دي رجعني للهوم وطلع لي قال لي انت خلي بالك هتروح لمين؟ للهوم. فدي الطرق، الثلاث طرق بتوع الاي اللي انت ترجع تاني للهوم. تمام، جميل جدا. تعالوا بقى نرجع نتكلم على قصه الابسوليوت باث والريلاتيف باث. بيقول لي الابسوليوت باث اللي هو الباث بتاعك بيبقى كامل ابتداء من الروت لغايه المكان اللي انت واقف فيه، اما الريلاتيف باث هو جزء بس من الايه، من الباث. برضو الكلام مش واضح، تعالى اوضح لك. مثلا انا عاوز اروح للفولدر اللي اسمه بي. تمام، عشان اروح للبي عندي طريقتين، يا اما اكتب الابسوليوت باث. ايه هو الابسوليوت الباث بتاعه؟ انا اقول عاوز سي دي واروح للهوم احمد ايه، اروح للبي. كده انا كتبت الباص كامل من اول الروت لغايه الفولدر اللي انا عاوز اروح، فروحت لمين؟ رحت للبي. ده كده انا كتبت الابسوليوت ايه باص، اللي هو الباص الايه الكامل. طب تعالوا نرجع تاني للهوم. عندي الطريقه الثانيه اروح للبي على طول، اقول له ايه سي دي اي بي، رحت للبي. فانا ما كتبتش الباص كامل، ما كتبتش الابسوليوت باص، انا كتبت بس ده كده جزء من الايه، الباص. ده بنسميه الريلاتيف ايه، الريلاتيف باص. يبقى تاني الابسوليوت باص هو الباص الكامل اللي بيبتدي من اول الروت، لكن الريلاتيف باص هو جزء بس من الايه، من الباص. هنا بيقول لي ان ما ينفعش يبقى عندي، اتكلمنا عليها اكتر من مره، قلنا الفايل نيم اللي بتبتدي بيريود اللي هي دوت دي تعتبر هيدن فايل. قلنا برضو في اللينكس ان الاف كابيتال هي الغير الاف سمول، ده يعتبر فايل وده يعتبر فايل. وقلنا برضو ان اللينكس ما فيهاش حاجه اسمها فايل ايه، اكستنشن. تعالوا نختم السكشن بشويه كوماند لذيذه، ازاي اكريت فايلز جوه اللينكس. اول كوماند عندي اسمه نانو. نانو ده بيعمل لي فايل. تعالوا نعمل مثلا فايل اسمه اف دوت تكست، هتلاقي التيرمينال بتاعتي اتفتحت. فهنا اكتب بقى الكلام اللي انا عاوز اكتبه، اف سي اي اتش مثلا سيكشن و اس، وعاوز اسيب ده. خلي بالك فتح لي تكست فايل، بس فتحه لي فين؟ جوه التيرمينال نفسه. طب عاوز اسيف، بقول له كنترول اس، كده اتسيف. عاوز اخرج، بقول له كنترول اكس،
يقول لي عايز تخرج يس ولا نو، فبقول له يس اللي هي واي، وبعدين ادوس انتر. تمام، عايز اتاكد الملف اتفتح او اتعمل، بقول له ليست. ففعلا خلي بالك هو كريته فين، المكان اللي انا واقف فيه دلوقتي في البي، ففعلا كريت لي فايل اف دوت تكست. طب عاوز افتحه تاني عشان اقراه، اقول له نانو اف دوت تكست، وهيفتح لي الملف. لو عايز تعدل فيه زي ما هناخد بعد كده، هتخليه مثلا اف دوت سي او سي بي بي، تكتب فيه كود السي بتاعك. عاوز اخرج اقول له كنترول اكس، كنترول ايه، كنترول اكس. طيب في طريقة تانية ممكن اعمل بيها تاني بدل في ممكن عندي كوماند تاني اسمه جي اديت، واقول له اف دوت تكست. خلي بالك نانو ده الملف ما كانش موجود اصلا، ما كانش عندي ملف اسمه اف تكست، فلو هو مش موجود بيعمل له كرييت، ولو هو موجود بيفتحه بيعمل ابند عليه. برضه جي اديت نفس الكلام، لو مثلا بلاش اف عشان تقول نعم نعمله ملف تاني مش موجود، نقول له ايه دوت تكست. لو هو مش موجود اهو انا عندي في البي ما عنديش حاجة اسمها ايه دوت تكست، لو هو مش موجود هي ايه هيعمله كرييت. فهفتح الملف زي النوت باد، بكتب فيه اي حاجة، احمد مثلا تكست. تعال نكتبها مثلا، نكتب مثلا جي، نكررها كذا مرة، هقول لكم ليه كمان شوية. واعمل سيف واسيفه عادي. بس كان في مشكلة هنا، طالما انت فاتح الملف ده انت مش عارف تستخدم التيرمينال، فانت لازم تقفله من هنا، واقول لك على طريقة عشان تقدر تستخدم التيرمينال والنوت باد في نفس الوقت. ادي تعالوا نفتح الملف اللي هو جي اديت، في الاخر تروح كاتب علامة الاند، علامة اند كده في الاخر. فلما نفتح هيروح فاتح لي الملف بتاعي اهو عادي خالص، وهنا هقدر استخدم التيرمينال بتاعتي زي ما انا عايز. تمام يا شباب، وادي الملف بتاعي اقفله عادي اهو خلاص. طيب تعال نشوف في حاجة تاني كده ناقصة. في بيقول لي لو انت عاوز تشوف الكونتنت، طبعا احنا هناخد كل هناخد حاجة اسمها كات ومور، بس النهاردة اللي خاص بالشابتر ده بيقول لي بس عندي حاجة اسمها ايه، ليس ومور كوماند. ليس ومور ايه كوماند. الليس مثلا عملت الفايل اللي اسمه الفايل اللي احنا كنت لسه عامله ايه دوت تكست، هقول له ليس. ليس ده بيفتح لي بيخليني اقرا الداتا الموجوده جوه التكست فايل، فاقول له ايه دوت تكست، فيفتح لي الملف وهيظهر لي 10 سطور 10 سطور. عاوز اشوف اللي بعديه ادوس انتر، وافضل ادوس انتر وكده خلاص، واقرا الملف ايه كاني بقرا بيج، بيظهر لي بيج ورا البيج وراها بيج وراها بيج. عاوز اخرج بدوس حرف كيو بس كده. كان قبل ما موجود ليس كان عندي حاجه اسمها مور، مور برضو بتقرا لي الداتا اللي جوه تكست، فاقول له ايه دوت تكست، وبيقرا لي بيفتحها لي جزء جزء ونفس القصه. بس خلي بالك انا بنزل مش عارف ارجع، يعني ما اقدرش ارجع للملف تاني من فوق. تعال نشوف ليس بقى ايه دوت تكست. بصوا بقدر يعني هنزل اهو، بقدر ارجع للايه، يعني بنزل دوس انتر وعاوز ارجع بدوس السبيس اللي فوق اللي هي بيج اب، بدوس بيج اب فبقدر اطلع وانزل. فدي ميزه الليس عن المور. فالليس عشان اخرج اقول كيو، الليس بتديني خاصيه ان انا اقدر اعمل بيج اب بيج داون، لكن مور بيج داون بس. يعني تعالوا مور تاني، مور ايه دوت تكست، هي بس بدوس انتر بقدر بس اعمل ايه بيج داون بس، اقدر انزل لكن ما اقدرش اعمل بيج اب. هو ده الفرق بين لسه وبين ايه وبين مور. كده يعتبر خلصنا السكشن، فاضل بس تو كوماند. الكوماند الاولاني لو انا بقى خلاص كتبت كوماند كتير وعاوز امسح الشاشه واقول له كلير، كده انا مسحت الشاشه بتاعتي. طيب عاوز كل الكوماند اللي انا كتبتها عاوز تيرمينال بيحتفظ بيها، ايه الكوماند اللي بيجيب لي كل الكوماند اللي انا كتبتها؟ كوماند اسمه هيستوري، كوماند اسمه هيستوري، ده بيكتب لي كل الكوماند اللي ايه اللي انا استخدمتها. تمام، تعالوا نمسح بقى، نقول له كلير.
عاوز اخرج بقول له ايه؟ اكزيت. طيب طبعا يا شباب احنا شغالين من الكتاب اللي هو ذا لينكس كوماند لاين. يعتبر احنا كده خلصنا النهارده اول 3 شابترز اللي هي الانترودكشن والوات از ذا وات از ذا شيل ونافيجيشن واكسبلورنج ذا سيستم. المره الجايه هنتكلم عن شابتر 4 وشابتر 5. الكتاب طبعا هرفعه لكم على مايكروسوفت تيمز. برضو عندك كورس دكتور محمد السعيد هتلاقي فيه كوماند كتير، دي هتلاقي فيها ملخص الكوماند لان انت اتفرجت عليه، اتفرجت على الكورس بتاع دكتور محمد، هتقدر تلم معظم الكوماند اللي احنا محتاجينها. احنا طبعا هنا بنزود شويه كوماند، بعد كده نتخطى الجزء بتاع دكتور محمد، في شويه كوماند زياده هناخدهم وهنشوف ايه اللي هناخده بعدين واحنا ماشيين من الكتاب اللي قدامكم ده. فاضل بس نقطة أخيرة اللي هي الحتة اللي أنا قلت لكم عليها في الأول، إزاي أشتغل أسطب الأوبونتو كأنه أبلكيشن جوه الويندوز 10. أول حاجة أنت محتاج تعملها تكتب هنا في السيرش بتاعك ترن ويندوز فيتشرز، تكتب ترن ويندوز فيتشر فهظهر لك الشاشه دي، وعندك هيبقى تدور على كلمه ويندوز سب سيستم في فور لينكس. عندك انت باي ديفولت مش هيبقى متعلم عليها صح، فالمفروض تعلم عليها صح وتدوس اوكي. فلما تدوس اوكي هيطلع لك الويندو دي يعمل ابلاينج للتشينجز، وبعد ما يخلص هيقول لك لو سمحت، وبعد ما يخلص هيقول لك لو سمحت انا عاوز اعمل ريستارت. بعد ما يعمل ريستارت هتيجي هنا وتخش على مايكروسوفت ستور. بعد ما تخش على مايكروسوفت ستور نكتب في السيرش اوبونتو، واختار اي توزيع من التوزيعات اللي انت عاوز تسطبها. انا هسطب مثلا 20، انت عاوز تسطب اي نسخة اي توزيعة تانية مفيش مفيش مشكلة. تخش هتختار مثلا اوبونتو 18 وتروح عامل جيت وهيعملها انستول. خلي بالك الاساس بتاعها حوالي نص جيجا او 400 ميجا او ايه 500 ميجا. تمام، بعد ما تعملها انستول هتبقى تلاقيها على طول عندك هنا ايه في المنيو بتاعت الويندوز. تعالوا نجرب شويه كوماند كده عليها اللي احنا اتعلمناها. نزود الفونت شويه. طبعا علامة الدولار ساين دي معناها ان هو يوزر عادي عاوز احوله لروت، هقول له اس يو او سودو سالب اي، هيطلب مني ادخل الباسورد فهنلاقيه اتحول بقى ايه يا شباب بقى روت علامة الهاش. عاوز ارجع تاني اقول له اس يو احمد فرجعت بقيت يوزر عادي. طبعا ده عشان هنا كده انه واقف في فولدر الروت وده مش صح. عاوز اخرج هقول له ايه ارجع للهوم على طول، اقول له ايه اس دي، اقول له اعمل ليست للملفات اللي عندي. طبعا انا مفيش حاجه مش موجوده فممكن اقول له ليست لملفات اليوزر فبيعمل لي كل اللي موجود هنا. عاوز اقول له مثلا ال اس سالب ايه للحاجات اللي موجوده في فولدر يوزر ويطبع لي حتى الهيدن فايل، مفيش هيدن فايلز، بيطبع لي بس الايه الدوت والبيريود اللي هي دوت ودبل دوت. برضو في بقى كوماند من الكوماندات المهمه اللي هي التقسيمه بتاعه الدرايفز بتاعتنا. هنا هيقول لي انت الجهاز بقى طبعا مسطبه على الويندوز نفسه، فهنا بقى بيطلع لي كل البارتيشنز اللي عندي، فهنلاقي من ضمن البارتيشن السي والاي والاف. بس خلك بالك بقى السي هنا ده في الويندوز لكن هي ماونتد، يعني لينكس شايفها ايه بقى؟ شايفها تحت الفولدر اللي اسمه باك سلاش ماونت سي، باك سلاش ماونت ايه ماونت سي. فمثلا انا عاوز اروح للدرايف اللي اسمه ايه مثلا، فاقول له سي دي روح ماونت للاي. فدلوقتي انا واقف في اني بقى في البارتيشن الاي اللي في الويندوز عندي عادي،
واقول له ليست، هيطبع لي كل الملفات اللي ايه، الملفات اللي عندي. طبعا بقى زي ما هناخد المره اللي جايه، لو عندك فولدر فيه صور كتير عاوز تمسح ملف معين بكوماند واحد، تمسح ملفات كتير بكوماند واحد زي ما هنتعرف المره الجايه. تعالوا نمسح، نقول له كلير، فمسح لي الشاشه. برضو كان من ضمن الكوماندز اللي احنا خدناها، برضو تعالوا نشوف لو عاوز تشتغل على نانو ايه دوت تكست مثلا، فهعمل لي ملف اسمه ايه دوت تكست، اكتب جواه اللي انا عاوزه، اقول له كنترول اس كنترول اكس واخرج واعمل ليست، الاقي ادور على ملف فعلا عمل لي ملف في اسمه ايه دوت تكست. عاوز اخرج واروح للهوم اقول له سي دي، عاوز اخرج خالص اقول له اكزيت. طبعا ما بيقفلش التيرمينال، ما بيقفلش الهاش هنا للاسف، هتضطر تقفلها من، وعمل لوج اوت لليوزر، لكن عشان اقفله لازم اقفله من الايه، من الكلوز العادي. وبكده يبقى السكشن خلص، وبالتوفيق ان شاء الله يا شباب، واشوفكم السكشن القادم ان شاء الله.